سؤال أسألك إياه ولا أظنك ستقول لا، تريد النجاة؟ إذن اركب سفينة النجاة، تعرف على الله، تريد أن يكون الله معك؟ فاحرص على تقوى. إذا أردت أن تحفظ في نفسك وأهلك ومالك فاحفظ الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أخيرا اعلم بارك الله فيك، إن للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه، ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية عرضه مسيرة 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فالباب مفتوح، فالباب مفتوح، فهل لا ولج؟ واعلم رعاك الله أن الله نادى فقال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، ولقد سمعت النداء فهل لا استغفر؟ اعلم يا رعاك الله أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والله يحب الاعتذار. فهل لا أقبلت واعتذرت؟ ردد وقل: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.